مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينه الجديده. فكما تابعتوا، المنتخب الوطني المغربي انهى الجوله الاولى بهدف واحد لصفر متفوقا على المنتخب التنزاني. فكما كتلاحظوا يعني المنتخب التنزاني واقف ندا لند امام المنتخب الوطني المغربي، وكنعرفوا الرطوبه ودرجه الحراره فهما مؤثرين بشكل كبير على عناصر الوطنيه اللي كان بامكانها تعطي افضل بكثير مما شناه، ولكن الرطوبه كما قلنا يعني كان لها دور اساسي في هذه المقابله. معنا عز الدين عادل لتحليل مجريات الشوط الاول ديال هذه المقابله، وغادي نرجع لكم بعد نهايه المقابله ايضا. سي عز الدين، تابعتي يعني مجريات الشوط الاول بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تنزانيا، يعني خلاصات في دقائق بين الشوطين، يعني كيفاش شي هذا الشوط الاول ديال هذه المقابله؟ تحيه لك سي احمد، وتحيه لمشاهدي قناه شوف تي في. بالنسبه للشوط الاول ديال المقابله اللي كياخذها الفريق الوطني المغربي ضد فريق تنزانيا في اطار اقصائيات كاس افريقيا بالكوت ديفوار، نهائيات كاس افريقيا بالكوت ديفوار. المقابله كيف ما شفنا هنا داز الشوط الاول داز صعيب، وصعيب بزاف على المنتخب ديال الفريق الوطني المغربي، وذلك راجع للخطه اللي نهج المدرب الجزائري ديال فريق تنزانيا، اللي دخل بخطه يعني كانت غريبه بزاف، يعني خطه ديال 5-2-3، معنى انه داخل ديفونس، داخل من البدايه ديالو داخل انه باغي يلعب ديفونس، باغي الحملات المضاده. علاش؟ هنا عنده واحد القراءه مسبقه قبليه بان راه الفريق بان القوه ديال الفريق الوطني المغربي تتجلى في انك تلعب معاه كره، تلعب مع يعني هما واخدين ديك الفكره ديال كاس، يعني راه واخدين ديك الفكره ديال ديك الطريقه اللي لعب بها المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم. لكن مباريات ديال كاس العالم راه ماشي هي مباريات ديال ديال ماما افريقيا كما كنقولوا، ماشي هي سميتها. هنا كيف ما شفنا المقابله، فإذا بغينا ناخذ واحد القراءه بسيطه سي احمد، كنجبروا انه من بدايه المقابله حتى الدقيقه 30 حتى تسجل فيها الهدف كانت محاوله واحده خطيره في الدقيقه التاسعه للفريق الوطني المغربي. هذاك علاش كيدل؟ كيدل على ان هاد على ان الفريقين بجوجهم كانت يعني اش غنقول لك، كيقول لك الشوط الاول، كيقول لك الشوط الاول هو شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين. فانا غادي نقول لك بان راه الشوط الاول راه كان حتى الشوط كان ديال المدربين، لانه حتى شي واحد فيهم ما قدر يغامر فهمتيني انه يهجم اكثر. يعني تقريبا غادي نقول لك داز واحد 15 دقيقة ولا شنو هي، كل واحد يعني كان هناك ضغط متبادل بين الفريقين. الأظهرة ما طلعوش، يعني الحكيمي ما طلعش بزاف في هذا المنطقة. عندك خمسة وسط الميدان، عندك خمسة المدافعين اللي لاعب لك بهم، ومعمر لك وسط الميدان، ما مخليش لك الفرصة. هنا السي أحمد كيف ما كنا كنشوفوا، كيف ما قلنا بأنه كنت كنتظر بأن هاد الشوط هذا راه ما غادي تحسمو إلا ما غتحسمو الا القذفات البعيده او الاخطاء الضربات، هما اللي غادي يمكن لي هما اللي غادي يمكن ليهم انهم يحسموا في النتيجه ديال المقابله. وفعلا كما كتشوفوا حنايا في الدقيقه تقريبا في الدقيقه 30 كان هناك خطا اللي نفذوا زياش، وجات منه الاصابه متابعه من طرف سايس اللي يعني هو قام بالعمل ديالو فوالا، يعني المهاجمين، لانه ما كانش حل، ما كانش شي حل عند 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 سميتو، ما كانش شي حل عند الفريق الوطني المغربي الا انه يهجم الكل للكل في ديك اللحظه. واللي حد الساعه حنا كنقولوا بانه راه اصابه واحده لصفر السي احمد، راه ماشي نهايه المقابله، مازال شوط اخر ومازال شوط المدربين. يعني حنايا يعني كل الامال ديالنا الان، كل الامال ديالنا على انه اما انه يبقى المنتخب الوطني غادي في نفس السيروره اللي غادي يلعب بها، او يزيد يطور اكثر واكثر ويعتمد على الاجنحه، لان الاجنحه راها قالت الكلمه ديالها الان.
يعني كيفاش كتوقع سي عز الدين الشوط الثاني؟ كيفاش كتوقع؟ كنتوقعوا صعيب، غادي نتوقعوا صعيب، لان طنزانيا ما غاديش تنزل، ما غاتنزلش يديها. وكاين رطوبه ورا في الدقيقه 24، راه كيف ما شفنا في الدقيقه 24 راه الحكم راه وقف المقابله باش الدراري يشربوا الماء، وباش فهمتيني يعني ريكوبيري واحد شي شويه فهمتيني. يعني راه اللي غادي نقول لك السي احمد بانه راه غادي يكون شوط كبير وكبير. وما تنساش واحد القضيه ديال السي احمد، ما تنساش باننا حنا ما كنلعبوش غير الان، بان المنتخب الوطني راه ما تيلعبش غير 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 مع فريق طنزانيا. راه الفريق الوطني المغربي راه كيلعب ضد طنزانيا، وفي نفس الوقت راه كيلعب ضد الجزائر، بحكم ان المدرب راه جزائري، راه جزائري فهمتيني. وشنا التصريحات ديالو، قال ما قال ودار ما، يعني راه داخل، هو ما داخلش غير مع طنزانيا، هو راه داخلك مع طنزانيا، وداخلك مع الثقل التاريخي ديال المغرب. ديك العقده النفسيه اللي دايرها لهم، داك الثقل التاريخي ديال المغرب راه داخل بها حتى هو، وراه هو فرد من المجتمع. يعني راه ماشي غادي يجي شي واحد يقول لك لا هذه كره ولا هذه، لا، راه غير التصريحات ديالو الاخيره راه تصريحات غير مسؤوله. وشنا كيفاش حاصروا الصحافه الوطنيه؟ بطبيعه الحال كانوا يعني كل تحيه للشباب والجهاز الاعلامي اللي كاين تما، اللي حاصروه باسئله اللي في الحقيقه يعني فقد فيها السيطره على الكلام ديالو هو. اذا سي عز الدين كتم تخوف من الجوله الثانيه؟ بزاف. الجوله الثانيه ماشي متخوف منها، عندي واحد الاحساس ان النتيجه غادا تكون لصالح الفريق الوطني المغربي، عندي واحد الاحساس اننا غادي ننتصروا فهمتيني. ولكن الا كانت فيه واحد شي شويه ديال الحيطه والحذر، هادشي اللي كاين، لانه هما غادي عرفتي دابا اش غادي يدخل غادي يلعب معاك الكل الكل، ما خسر والو هو، فريق طنزاني ما خسر والو، المدرب ما خسر والو، المدرب بالعكس، المدرب هو جاي باش يربحك، ماشي جاي باش يتعادل معاك، هو جاي باش يربحك. كجزائري يعني باغي يحقق الانتصار في هذه المقابله. هما حاولوا على انهم يضغطوا على المنتخب الوطني المغربي، ماشي غير من ناحيه سميتو، ماشي غير من ناحيه الرياضه ولا شي حاجه، حاولوا يضغطوا عليه من جميع الجوانب بما فيها حتى ذاك، حتى ولدنا اناحي اللي ناض عليه الصداع حتى هو. يعني راه يعني كيقول لك فهمتيني، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني باغي يلعبوا على النفسيه ديال اللاعبين. ولكن المنتخب المغربي تقدمها للاعبين خلال الجوله الثانيه. النصيحه اللي غادي نقدر نقول لهم انهم هما يعني يبقاو شادين في نفس اللعب فهمتيني، يحاولوا يلعبوا لنا على الاجنحه والنفس راه كاين، ماشي ما كاينش، راه كيبان لينا بانه راه ماشي ولو كاين شي شويه ديال الرطوبه، ولكن الحمد لله راه النفس كاين، والحمد لله اننا لاعبين في هذا التوقيت. مرحبا. اذا مشاهدينا كما لاحظتوا كان هذا تحليل ديال عز الدين عادل لمجريات الجوله الاولى من مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب طنزانيا، وغنرجعوا لكم بعد نهايه هذه المقابله مشاهدينا متابعينا الكرام.